اخواني واحبابي في الله، ما هي معركه موهاكس اللي كانت السبب في مذبحه نيوزيلندا؟ يعني المجرم السفاح، هذا السفاح الصليبي كاتب على الرشاش بتاعه البندقيه بتاعته معركه موهاكس. ايه معركه موهاكس دي؟ الراجل ده يا جماعه حجه على مليار ونص مليار مسلم على وجه الكره الارضيه، مليار ونص مليار مليار من نص مليار مسلم مش عارفين ايه معركه موهاكس. الراجل ده عارفها، الراجل ده عارف تاريخنا اكتر مننا، الراجل ده عارف انتصاراتنا وعارف اللي ليه واللي عليه، عارف انتصاراتنا واحنا مش عارفين انتصاراتنا، انتصاراتنا وانتصارات تاريخنا بتشوه في الاعلام بتاعنا. الراجل ده عارف ايه الانتصارات بتاعتنا والامجاد بتاعتنا وعنده حقد رهيب عليها، لدرجه انه عمل هذه العمليه الاجراميه القذره اللي كلها خيانه بسبب حقده على معركه موهاكس وكتبها على الرشاش كاني بينتقم من هذه المعركه. ايه موهاكس دي؟ موهاكس دي كانت معركه بين الخلافه العثمانيه، الدوله العثمانيه، ما بين قاره اوروبا كلها، وكانت القياده مملكه المجر. مملكه المجر دي كانت حاميه الصليب في اوروبا، مملكه المجر كان معاها الامبراطوريه الرومانيه، وكان معاها البابا، البابا نفسه يعني الكرسي البابا، وكان معاه يعني اكبر رجال الدين واكبر امراء اوروبا كلها، معظم اوروبا، وكانوا 200,000 واحد الجيش الاوروبي بتاع مملكه المجر، 200,000 واحد منهم 35,000 فارس مدججين بالحديد، لا ينفع معاهم سيوف ولا ينفع معاهم رماح ولا ينفع معاهم قتال. الجيش العثماني كان ورا سليمان القانوني الخليفه في هذا الوقت، سليمان القانوني كان معاه 100,000 واحد، 100,000 واحد، والمدافع كانت مدافع حجريه، يعني اللي هي بتقذف حجاره مش اللي بتقذف متفجرات زي الطرف الثاني، وراح لحد بودابست في المجر، وقامت هذه المعركه الرهيبه ما بين الطرفين، بيسمها المؤرخين اسرع معركه في التاريخ، لحد دلوقتي في اوروبا كلها معركه موهاكس دي معركه يعني بتجيب لهم توتر عصبي، لان في ساعه ونص انهارت مملكه المجر من الوجود، في ساعه ونص اتمحى الجيش الاوروبي كله من الوجود، في ساعه ونص نصر الله الاسلام، وكان يوم عيد الفطر، دخول بودابست كان يوم عيد الفطر، وفتح هذا الجزء كله من اوروبا كان يوم عيد الاضحى، يعني انتوا متخيلين المعركه دي بتوابعها الانتصاريه الجباره رهيبه كلها كانت من عيد الفطر لعيد الاضحى، ويعني كان طبعا انتصار جبار للدوله العثمانيه اللي بيشوقوا. سليمان القانوني ده اللي اتعمل عليه مسلسل في الاعلام بتاعنا اسمه حريم السلطان، جايبينه بشكل بقى اللي هو بتاع الستات وبتاع النساء، كان من اعظم الخلفاء، خطب خطبه في الجيش قبل بدايه المعركه الناس كلها بكت وهو يقول لهم ان محمد عليه الصلاه والسلام روحوا وتنظر اليكم الان. كانت معركه جباره، واتقتل اتأثر 25,000 واحد، رغم ان سليمان القانوني يعني اصدر يعني قرار في هذه المعركه ان الجنود يلقوا السلاح لجنود المجر اللي مش عايزين يقاتلوا، يلقوا السلاح وهنقاتل يعني هنقاتل. وكان سبب المعركه ان سليمان القانوني اول ما مسك بدا يعمل مصالحات، فعمل مصالحه مع مملكه بولندا، وبعد كده بعت مصالحه لمملكه المجر اكبر المملكه بقى في الوقت ده، بعت مصالحه رفضوها، بعت مصالحه تاني رفضوها، بعت الرسول بتاعه ذبحوا الرسول بتاع اللي هو المسلم، فقامت فجيش الجيش ده، وكانت هذه المعركه واتباد فيها الجيش المجري تماما. لحد دلوقتي عند المجريين كده يقول لك ايه حظه أسوأ من يوم موهاكس، يعني اللي ده لحد دلوقتي مثل شعبي دارج عندهم من كتر هذا اليوم ما هو مؤلم في نفوسهم. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان ده يوم من ايام الله، اليوم اللي نصر فيه الله المسلمين، انتصار كاسح، انتصار جبار، كان عددهم اكبر مننا، فرسانهم اكتر مننا، اسلحتهم اقوى مننا، اوروبا كلها بتحارب الدوله العثمانيه، وسليمان القانوني كان يعني حفيد محمد الفاتح يا جماعه، يعني ايامها كانتش لسه الخلافه العثمانيه بقى الخلافه اللي امتدت في العالم. وفي هذا الوقت اخواني في الله، يعني انا عايز اقول ان هذا الرجل الصليب الحاقد حجه من الله على المليار ونص مليار مسلم اللي هو احنا. الراجل ده عارف موهاكس واحنا مش عارفينها. هذا اليوم العظيم الجبار، انا يعني قلت لكم في المقطع اللي فات ان احنا اعظم امه على وجه التاريخ في تاريخ البشريه كله على وجه الارض، جغرافي او تاريخ، ربنا ادى انتصارات. هم يجيبوا لنا يوم من ايامهم اللي انتصروا علينا فيها، واحنا نجيب لهم 10 قصاد كل يوم، 10 معارك قصادها، ونشوف مين اللي خلص الاول. يا جماعه احنا ربنا نصرنا في الاف المعارك، النبي بس عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت كان ربنا نصره في 130 معركه في 9 سنين عليه الصلاه والسلام، غير الانتصارات الجباره في عهود الخلفاء، انتصارات لا حصر لها ولا تعد ولا تحصى، ولا يقدر موسوعه تاريخيه اصلا تقدر تجيب انتصارات المسلمين على مدى التاريخ. هو القرن اللي فات اللي اتنكسنا فيه لما بعدنا قوي عن ديننا، ولما بدات العلمانيه، ولما بدا حرب الشريعه، ولما بدا تنحيد شرع الله، ولما بدا الخمارات، ولما بدا الفساد يستشري في وسط الشعوب الاسلاميه، بدانا يعني تظهر العقوبات الرهيبه بقى، وسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. لحد ما نرجع لديننا، عايزين نرجع لتاريخنا، عايزين الناس دي عارفه الانتصارات بتاعتنا واحنا مش عارفينها، الناس دي عارفه تاريخك وانت مش عارفاه، الناس دي عارفه تاريخك وانت ما انتش عارفه.
ولو حد قال لك مين سليمان القانوني بتاع مسلسل حريم السلطان، ومين حد عارف محمد الفاتح والمجهود المرعب اللي بذله عشان فتح القسطنطينيه، حفر انفاق يا جماعه، حفر انفاق تحت الارض، حرقوهم، حرقوا الجنود المسلمين، الامبراطوريه الرومانيه اللي كانت عاصمتها ساعتها القسطنطينيه، جاب عمل قلعه خشب وتقدم، حرقوا القلعه، جاب سفن، دمروا السفن، الصليبيين دمروا السفن، مفيش 11 خليفه قبله حاولوا يفتحوا القسطنطينيه محدش عرف، في الاخر قالوا له انت قاعد تقتل الجنود اللي معاك، حرام عليك، خلاص خدهم وارجع بقى، خلاص ما بتتفتحش، مش ممكن هتتفتح هذه البلد. صمم وفي يوم يعني محدد دخل بنفسه في القتال، والامبراطور الروماني نزل بنفسه يقاتل، والامبراطور الروماني اتقتل، ومحمد الفتح على صلاة الظهر كان بيصلي في اسطنبول، كان يصلي بعد ان فتح الله القسطنطينية بعد مجهود رهيب. هو التاريخ بتاعنا كله صبر وكله كفاح وكله بطولات، ربنا بيقول وروضته التي هو في بيتها، روضتهم من الريادة، الريادة اهل المعصية عندهم ريادة في المعصية، احنا في التاريخ بتاعنا كله عندنا ريادة في النصر، ريادة في الاختراع، ريادة في الحضارة، ريادة في الإيمان، ريادة في الجمع بين الدين والدنيا، ريادة في الأمن المجتمعي والسلام المجتمعي، والريادة في التسامح، ريادة، احنا التاريخ واحنا الحضارة، احنا دلوقتي بيتهمونا بالإرهاب وبيتهمونا بالتعصب، للأسف ما تزعلوش منا يا شباب، لأن احنا مش عارفين تاريخنا، الراجل ده البندقية بتاعته اللي بتؤكد ان هو له أيديولوجية بتفضح جهلنا، احنا لا بنقرا تاريخ ولا بنقرا عقيدة ولا عارفين ديننا، ايه رأيكم نقرا التاريخ بتاعنا؟ ايه رايكم نعرف المعارك اللي انتصرنا فيها؟ ايه رايكم؟ هاتي اي كتاب تاريخ عن المعارك الجباره، عن الفتوحات الاسلاميه، ادخل الوقت على جوجل، الشيخ جوجل يا عم، ادخل اكتب الفتوحات الاسلاميه، اكتبي الوقت على جوجل اهم المعارك التي نصر الله فيها الاسلام، هتلاقوا احنا في شهر رجب يوم 27 رجب ده ان شاء الله اكلمكم عن حطين، يوم 27 رجب ذكرى معركه حطين، حاجه جباره، معركة اللي انتصر فيها قطز عين جالوت، المعركة دي فضل التتار 120 سنة لا وجود لهم في المنطقة، اتباد الجيش التتري، اتباد يا جماعة، زي ما جيش مملكة المجر والامبراطورية الرومانية اتبادوا قدام سليمان القانوني في مهاكس، اتباد يا اخوانا، يا جماعة حينما يقوم المسلمون لنصر الدين لا الله يبيد أعدائهم، الله هو الذي يدفع عنا ويقاتل عنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هنشوف آيات نصرة، أول جيش سيغزو فلسطين هو أول جيش سيفتح فلسطين، والله يا إخواني، وهتشوفوا من زيعش منكم سيارة، أول الجيش اللي هيفتح القدس هو أول جيش لأول حاكم مسلم مجاهد في سبيل الله هيبعثوا إلى القدس، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، طول عمرنا ننتصر بكل سهولة لما نكون بطاعة ربنا، أول ما نعصي ربنا تساوينا نحن وهم في المعصية، ننتصر عليهم بإيه؟ طول عمرهم أقوى مننا وأكتر مننا ومدججين بالسلاح عننا، عمرنا ما انتصرنا عليهم غير بديننا، عمرنا ما انتصرنا غير لما قربنا من ربنا، قطز مسك مصر وبين التتار وبين القاهرة خمسة وبين التتار وبين مصر 25 كيلو، كانوا داخلين يكتسحوا مصر اكتساح في 6 شهور، في 6 شهور قلب معادلة المنطقة وأباد التتار وخلاهم 120 سنة ما فيش واحد برجليه عدت بالمنطقة كلها، مصر والشام والعراق، اخواني في الله بعد ما قبلها بسنوات ضربوا بالجزم الخليفة العباسي موتوه في شوال بالجزم بالأحذية بتاعتهم، لما بنبعد عن ديننا بنذل أعظم ذل، ولما بنقرب من ديننا ربنا بيبيد أعدائنا وبيؤيدنا بالملائكة وبينصرنا، آلاف الانتصارات التاريخية يا ترى تعرف منها إيه وتعرفي منها إيه؟ عايزين نعمل مسابقة في التاريخ، مسابقة في انتصاراتنا التاريخية، عايزين نعمل إن شاء الله مسابقة على الصفحة في الانتصارات التاريخية ونشوف أنتوا هتعدوا قد إيه، وأتمنى في البوست ده كل واحد منكم وكل واحدة منكم يدخل على النت دلوقتي ويجيب أسماء المعارك اللي انتصرنا فيها من أول الفتوحات الإسلامية، من أيام النبي عليه السلام، أيام الأمويين، أيام العباسيين، أيام العثمانيين، الدولة الطولونية، الدولة الإخشيدية، في الأندلس، في دولة المرابطين، دولة الموحدين، جميع الدول الإسلامية في التاريخ المعاصر، حرب 73 في التاريخ المعاصر ما فيش مرة قلنا لا إله إلا الله إلا وانتصرنا في معركة 73، كانوا قاعدين يخططوا بقادة الجيش نعمل شعار إيه في المعركة وهم قاعدين محتارين مش لاقيين كلمة يحمسوا بقى الجنود، الأذان قال الله أكبر الله أكبر، الـ يعني قادة بتوع الجيش قالوا بس هيبقى ده الشعار، العالم كله اتفزع في ساعات، كنا حررنا سيناء في ساعات، أول ما بنقول الله أكبر ربنا بيرفعنا فوق الدنيا كلها، أنا عايز البوست التعليقات على المقطع ده كل واحد فيكم يكتب اسماء معارك لا يتخيل احد ان احنا انتصرنا فيها، ويا ريت يبقى فيها معلومات كمان، يبقى البوست ده موسوعه لانتصاراتنا، تبص الامل في نفوس الشباب تاني، تبص الامل في نفوس البنات تاني، تبص الامل في نفوس الامه، نعرف تاريخنا يا رجاله، هم عارفين تاريخنا واحنا مش عارفينه، هذا السفاح الصليب المجرم، هذا السفاح سفاح نيوزيلندا حج علينا امام الله ان هذا الجاهل
صليب الحقد ده اهو، عارف تاريخ اعظم امه ولهذه الامه لا تعرف تاريخها. مستني تعليقاتكم وهتابعها معاكم باذن الله سبحانه وتعالى، واعلق على تعليقاتكم واعلق على اقيم شباب منكم وبنات منكم واخوه واخوات منكم كتبوا الانتصارات بتاعتنا عشان نجدد الثقه تاني. ده جهاد، جهاد تجديد الثقه في النفوس تجاه نصر الدين ربنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.